السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي بالكم، العواجيز قد يكون عندهم رغبة جنسية أشد من الشباب الصغير. في نفس السنة، في عام 1978، كنت ساقط في الامتحان، يلا زي ما أنا عادي يعني مش مشكلة، وذهبت لأعتقد إما جلاسكو أو أدنبرا، أعتقد أدنبرا، عشان امتحن هناك الامتحان اللي هو بتاع المعادلة. وكنت ساقط، نجحت في المواد الطبية وسقطت في الانجليزي. وانا هناك رحت قبل الامتحان بايه بحوالي اسبوع كده علشان اقعد في الغرفة اللي هناك اللي اجرتها. وطبعا كان هناك البيوت القديمة اللي بتاعت فيكتوريا دي، مبنى الملكة فيكتوريا، عالية جدا. وتعرفت على سيدتين كبيرتين امريكيتين اتوا، يعني كانوا في الستينيات او في السبعينيات، اواخر الستينيات من عمرهم. كانوا لطاف جدا وكنا بنتكلم مع بعض، وانا طبعا كنت بستفيد منهم علشان اعمل ممارسة للتحدث باللغة الانجليزية. ونشأت بينا علاقة جيدة جدا جدا، وكنا بقى توعدنا ان احنا نخرج احنا الثلاثة مع بعض علشان نمشي في الجناين هناك ونقضي يوم جميل مع بعض. فخرجت، نزلت في الصباح، لقيت واحدة فيهم فقط اللي كان موجودة والتانية ما كانتش موجودة، فقالت لي زميلتي عيانة إلى آخره. فخرجت أنا مع الست دي، إنسانة محترمة جدا يعني، ومشينا في بعض الحدائق هناك ومشينا ساعات يعني، وكلمنا وشربنا شاي وشربنا قهوة، كنت بعتبرهم زي أخواتي الكبار إلى آخره إلى آخره إلى آخره. بعد ما خلصنا الشغل ده رجعت أنا للغرفة بتاعتي وبدأت أشتغل وذاكر وحل علينا الليل. وفي الآخر يعني تعشيت ودخلت في الفراش وحبيت أني أنام بلك. وبعد كده بعد منتصف الليل بشوية لقيت الباب بيخبط. يا رب أنا معرفش حد هنا، مين اللي كان يعدي عليا ساعة 12 بالليل؟ فتحت الباب وطبعا أصبت بصدمة عصبية جامدة جدا جدا. إيه هي الصدمة العصبية؟ لقيت المرأة التانية اللي كانت بتتحجج إنها مش جاية معانا عشان تعبانة، جاية بتخبط عليا وهي شبه عريانة، لابسة من تحت مش لابسة حاجة من تحت، ولابسة من فوق قميص فتحة من قدام كده وعبداء يعني، وبتقول لي ممكن أخش؟ فأنا عملت نفسي زي الفلاح الغبي اللي مش فاهم حاجة، قلت لها تخشي فين؟ انا نايم وتعبان وكذا 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 الى اخره، ومن انا تهنى تخش عندي. فهنا انا اتعلمت درس كبير جدا جدا جدا، يعني في بعض يعني احذر حتى النساء الكبار وعندهم رغبه في عمل هذا الامر وما بتفرقش معاهم، وده اللي بيخلي بعض الشباب الصغيرين بيتزوجوا بعض النساء الكبار اللي بيصرفوا عليهم الى اخره. بس الحمد لله ان دي كانت امراه كبيره، لكن كانت هذه فتاة صغيرة كنت أنا حقدر أقاومها بنفس المقاومة اللي أنا قاومت بها الست الكبيرة دي. فأنا حمدت ربنا سبحانه وتعالى، وأنتوا كلكم تحمدوا ربنا إن الحادثة دي حصلت مع ست في أواخر الستينات من عمرها، أو يمكن أكتر أو إلى آخره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله لم أقع في هذا، وأحذر حتى الكبار في السن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.